السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سعاد السوسية. اليوم ان شاء الله غنعمل الحبيك لمبتدئات اللي باقين ما كيعرفوش كيفاش يعملوا الحبيك. الحبيك كتعملوها هكا في الزيت او في اي حاجة بغيتو ترزوها، عاد تعملوا الطرز تلصقوا لكم بعض، تعملوا الطرز حتى الحبيك. ودابا غندوز نوريكم الطريقة ديال الحبيك. الحبيك راه ساهل، غير هكا المبتدئات اللي باقين ما كيعرفوش كيفاش، اللي يلاه غيبداو بغاو يتعلموا الطرز وهذا. المهم في الاول غنوريكم كيفاش تلويو الثوب بهذه الطريقه. راه كتلوي بهذه الطريقه حتى كتحسوا به ملوي، يعني مطوي وملوي داير، وهو راه كيقد راسو. كتلويها شويه هكا حتى كيبان ليك في النيفو ديال البدايه. صافي كتخدم، ملي كتخدم حتى هو راه ساهل. كتطلع البرا بحال هذه الطريقه وكتلوي عليه الخيط، وكتلوي عليها الخيط هانتوما. ولكن راه ضروري تشبروا الزيف في شي حاجه. انا مع التصوير انا شديت الزيف غير بيدي، ولكن باش الخدمه تكون سهله ومقاده راه ضروري تشبروا الزيف بشي حاجة، بشي فليتا هكا، فشي مخدة ولا في المهم. الزيف خصو يكون مزير هكا يتجبد باش الخدمة تجي مقادة فيه. هانتوما انا راه غير وريتكم الطريقة. كتطلعو البرا وكتلويو الخيط فوق البرا. هانتوما سهل، هانتوما انا لويت الخيط وكنطلع البرا. وملي كتشبرو هاد البلاصه فاش بديت دابا خاصها تلصقوها في شي بلاصه المهم. المهم بالفنيته وكل واحد كيفاش كيخدم وكتخدموا هانتوما وغتجيكم مقاده، والبلاصه اللي لويتوها ما غاديش تفسح ما والو. انا راه غير خدمت صباعي بصباعي هكا، شبرت الزفار بصباعي. وكاينه جوج طريقات، انا راه الطريقه اللي وريتكم في الاول وهذه الطريقه حتى هي، ولكن هذه راه صعيبه شويه. كتطلع البرا ها نتوما، عاد كترجعوا تدخلوا البرا في داك الخيط ها نتوما بالنفس. المهم حتى هكا كيجي مزيان، ولكن هكا صعيب شويه. ها نتوما هذه الطريقه انا اللي كنخدم بها. ها نتوما كتعملوا البرا، تلويو الخيط، صافي طلعوا البرا هكا صغير. غتخدموا الحاجة اللي كتخدموها دغيا غتكملوها، وساهل هانتوما. وكتحاولوا تعملوا واحد العبار بيناتهم، ما تعملوش شي كبير شي صغير باش الحبيك يكون مقاد. ها نتوما
راه ساهل، غير كتلويه، حاولوا غير تلويه الزيف، تلويه مقاد، راه لحبيك غيجي حتى هو مقاد. هانتوما كنعملو البرا وكندور عليها، هانتوما ولكن في الحبيك لاحظ ما كتبغي تكون مزيرة يعني. انا راها مع التصوير راها شدي صغار بيدي، راها الحبيك خاصو يكون مزير، الزيف خاصو يتجبد. هانتوما انا وريتكم الطريقه وصافي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تستفدوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله.